السلام عليكم. ما كتشوف القوس هاد الصويلن هذا عاوز يجي فيه واحد ديكور مزيون، انا خدامين فيه وما تجي فيه واحد شي حاجه اليوم عصريه ايام مطراسه راه انتما تشوفوا الخدمه ديالك فاش عتجي. هي كتجي بحال واحد اس كدور هايدا وكتقطع كتجي حسن هنا كتدخل هكدا وكدور وكسرجع. وهاديك الحاشية الطابلة ديال الحاشية فيها الجوان جوان كرو وكيجي فيها الليد، وعاد كنطلعو باش كنعملو هاد الدويكر هدا عاو فوق هنايا عاو قواصص عيجيو. المهم خليكو فهاد الصالون تشوفو كيش عيجيو تشوفو الطريقة ديالو ان شاء الله. جات من دايرين وهاد الطراسو ديال هدايا هاهو الطراسو هنا هنا تحبس هاد الاس يعني نجيو هنا هادي الطراسو الوسط ديالها هاهو لاكس في نوع من الطراسو طاصابنا اللاكس ومنها واحد البالنا ديال 10 وعندي ضربه تنهد لي بال وحده ديال 10 وعادي نعرفو من 12 سنتيم ونعملو وحده ديال 10 ها هي عربنا من 12 سنتيم ونعملو 10 وصاروا شوفوا دي ديك سنتيم دي ديالنا هنا شوف كيف تراصرنا البانا الاولى كتجي من الليد ثلاثه هاد ثلاثه ما عقليهمش مقادين مع بعض هتشوفوا معنا كيفاش غاديين من الاولى دار سيده هاد القياس هذا النيس كندوروه 10 سم على التشكيل هذا كنجيو هنا كنقلطو هاد 10 سم الثانية كتجي داخلة عليها شوية شي هادي هي ربعنا و تلت ساعة و ساعة هادي كتجي فيها 10 سنتيم و 12 سنتيم هو لي كيبقى عند الخوة كامل الله تشوفو ها اللولة ها الثانية واضحة هادي و ها التالتة كذلك هادي هاو كيقطعو هاد الدراري ها أيمن وعادل هاد الطروف هادو لي كنزولو هاد القطعات هادو هما لي كيرجعو يخدمو من بعد هاهم غيجيو هابطين بهاد الشكل هدا غيجيو عوادين غيهبطو كاملين وغيمشيو فهاد الإتجاه هدا هاد الخو هدا كامل يرجع كامل غيجي هابط واحد ستة ديال الصالة باش يجيو فيها سبورتاس كاملة مشينا مع هاد الطريقة هاد غيجيو بوحدهم معزولين هاد لي سباس هدا وهاد الدورة هادي هتمشي كامل كيما قلنا نفس الطريقة عصابة بعيدة باش يجيو فيها هنا كيجيو شي سبورتاس كيما لاحظتو معنا الخوز يعني هو بلان ديال الخدمة دهار هو تقطع يعني طلعت الصالون ان شاء الله ربي يطلع شي حاجه مزيونه يعني تشوفوا الصالون كامل عامر بالديكور الديكور اللي عملنا يجي عامر بلاصه كامله ما يبقاش ديك الحاسبيه بزاف هنا كيجيو ديك الكويزات يجيو تما هابطين ماشي في نفس النيفو د هاد الاسان يعني يجيو طالعين عليها كل حاجه النيفو ديالها في شكل ديك الكويزات راهما ديك ثلاثه هاد ثلاثه هادو يجي من النيفو ديالهم بوحدهم يجي هابطين شي ثلاثه سنتيم وهاد الاس هادي اللي عملنا طويله هادي عاد جابت شي 6 ديال السنتيم يعني يجي بوحد هاد الحرف ديالها بوحد كتشوفوا يعني الدار فجت تبارك الله ونساليكم شويه شايده عاوز شوفوا الاطاله ديال المنزل هذا ها البحر عاوز هذا السفلي يعني الطابق الاول وكتشوفوا كيفاش مفجج
الطابق الثاني مفجج كثار وكثار. الأولى فيها عرض يعني الدورة كاملة 80 سم، يعني غتجي في وسط هاد الإس كبيرة، وغادي نهربو واحد نص سم مع وزي أخرى، غنخلي واحد نص سم ومية عزب، غتجي فيها 28 سم. قلنا 40 دورة كاملة 80 هذه 28 خلاص، يعني الدورة كاملة 56 28 الدورة كيفاش جات الشوا كيش عتجي، هاديك عاود الطريقة كيش كتفيكسا بحال هاد الشكل هدا، كتجي بطبع الرجلة ديالها كتجي ميزان، هادشي كيجي مشوا هداك، وهنا الرون ديالنا تشوف ديك الساعة كيش غندورو هاد الدورة، هادو كاملين كيمشيو بهاد الطريقة هادي، كيش كيجيو هابطين 6 ديال السنت، باش غيجيو فيهم سبورطات. الدورة الأولى غتجي في الوسط هنا غيجي فيها الليل، ما شفتو البلان ديالنا التسكيش مشى خدمه، هي مشى على حقها وطريقها، تشوفو داكشي يجي رائع ان شاء الله يا ربي. ها هما داك تبان في الصاله، هاديك الاس ديالنا اللي شفتوها هي كيفاش مشى، شديت الصالون كامل شداتو.